أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يستند إلى مرتكزات قوامها رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن وذلك انطلاقا من رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي تؤكد دائما على أهمية أن يكون المواطن محور كل جهد وطني منوها سموه بأن روح الفريق الواحد والاحترام المتبادل من سمات المجتمع البحريني وتكون حاضرة في كل جهد مشترك بين السلطتين وتعاون وثيق وتكاملي لدعم بسيرة التنمية الشاملة والوصول للأهداف المنشودة جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع اليوم مع السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ومع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حيث اكد سموه على اهميه مواصله تطوير النموذج التنموي للبحرين بعزم الجميع واصرارهم وشغفهم للعمل الوطني الذي نثق بانه امامه تنثني كافه التحديات مشددا على اهميه تطوير السياسات والتشريعات الداعمه للانفتاح ونمو القطاع الخاص ومواصلة العمل على تحقيق التوازن المالي سعيا للاستدامة المالية وجعل التحديات فرصة لتحقيق الأفضل وإذكاء روح المبادرة والابتكار وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الطموحات التي نسعى لتحقيقها لصالح المواطنين أكبر من التحديات وأن التوافقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبخاصة عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022 أظهرت حسا مسؤولا وإدراكا بمقتضيات المرحلة وعلى فيها صوت المسؤولية الوطنية مما عكس جليا الالتقاء حول الهدف الأسمى في تحقيق الخطط الطموحه التي تلبي تطلعات المواطنين معربا سموه عن اهميه البناء على هذا النجاح والنجاحات السابقه من خلال تعزيز التعاون البناء بين السلطتين بما يسهم في تحقيق الخير والنماء للوطن وتعزيز العداله وخلق الفرص والتمكين للمواطنين فالمواطن البحريني مبتكر ولديه حب للعمل والابداع واشار سموه الى ان الظروف التي يمر بها العالم اليوم جراء انتشار فيروس كورونا مثلت تحديا للجميع ولكن فريق البحرين من مواطنين ومقيمين صاغوا قصه نجاح في محل فخر واعتزاز واشاد بها الجميع وبروحهم المفعمه بالعطاء والبذل سنواصل تحقيق النجاحات وتحويل التحديات الى فرص للنمو والتطور واستمرار البناء عليها بالعمل المشترك للوطن نحو مستقبل اكثر اشراقا يلبي تطلعات الجميع وقد رفع معالي رئيسي مجلسي النواب والشورى خالص الشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام باثراء التعاون بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه لتحقيق اولويات العمل الوطني وتعزيز المكتسبات للوطن والمواطن